ايه اللي بتطب صبوص؟ صبوص 40 مليون كرسي. 40 مليون كرسي. اخوي العزيز يجينا سالم شو اسمه هو؟ رامز جلال يجينا لتونس ونعطوه ونحن 70 مليون. طبعا لا. ايه امبوسيبل. كان جبت عملتها انا ما في باليش. لا ما كنتش فاهمني. والله شربني في القهوة وانا مانيش نتعقى. يعني انت تضحكي فيها خاطر تعرف. ما نفكروش فيك انت كضيف ونفكر في المشاهد. ايوه انا نفكر في روحي قبل المشاهد. اكيد اكيد. المشاهد هو شنو يشوف. شنو يشوف؟ انا كنت التقيت بملك. ولا؟ ما يعرفش ان انت فاهمة اللي انت فاهمة. انا بيني وبين روحي شو يهمني في المشاهد انا؟ انا مصداقيتي مع نفسي. انا الكريديبيليتي تصالحي مع روحي. معناتها انا باش نغش المشاهد ونعمل روحي ما في باليش وانا قابضه فلوس ونفلم ونعمل روحي مانيش هنا ونطبس نبوس ايد السيد اللي انا عرفته اللي هو رامز جلال. قلت لك اذا كان جاي هو الملك ملك وهذيك طقوس بلادهم وانا استقبلني ولا انا استدعاني ولا انا عندي معاه انترفيو ولا اللي هو لازمني سيتون اوبليغاسيون. اوكي لكن باش نمشي قصه تذكره من بلادي انتم ولا انا قصتها بصرف يومين ونمشي لوتيل وانا في وسط جماعه ووقف لي رامز جلال ومطبس نبوس له ايده مع فرخ صغير وانا عارفه اللي هذاك كله فيلم ويغدرني طيحني في البيسين قال شنو على 2000 دولار و5000 دولار قسما بالله يعطيني 50000 مليار دولار لا نعمل والبوس بتاع الطفل ب 2500 دولار والله كي تبدا ب 50000 مليون دولار والله كي يبدا باللي سي كيستيون دو برانسي. طفل صغير عرضني في الشارع انا باش نبوس ومش نبوس نبوس ونمطبو. اوكي رغم ان الكورونا تو ما يلزمكش تبوس جمله. هذا راني راني خصت للتوانسه على الاقل مالهم الا ولاد بلادي وموا وراني نخدم وناكل في الخبز علاش هالبطاله والهمله. شو طفل صغير يدزني في البيسين ويزني نص انا ونخرج كي شد نقفص ونعجنو. انت شفت هذه التطيشه تاع النسخه هذه من فوق من العماره؟ تلبس جوكينغ وسبيدري يعني كان طلعت تكت القبة بدأت تتفرج لا جوكينغ ولا سبيدري ولا نطيش ولا بالمقابل ولا من غير مقابل طونك في بالي بالسيناريو مستحيل نكون أنا طرف في سيناريو يهيني أنا سعيد كشخص كإنسانة ويهيني يصغرني قدام بنتي تمثيل هو ما انا كان بنتك تنجم تقول عارف مع وليد وحيد السيناريو كل في بالي ايه دي بيان سور انا داكش باش نقول انا داكش باش نقول معناها بلا تمثيل مش تحترمني لو كان انا باش نقبل الوضعيه هذيا افيك توني راسي راني مانيش نلوم عليك بالعكس والله سي تان بليزير ما تقابلنا معناتها اول لقاء هكا المساله مساله مبدا انا كان عيني في هالهدايا وفي لي زوكازيون هذوما والفلوس اللي تحت الطاوله فوق الطاوله وعلمك وما علمكش وفي بالك ما في بالكش انت تعرف من اين تؤكل الكتف بقيت تطيش اللي من فوق مستحيل فكره إيه؟ من حد من عراقيب عراقيب بنساتها يا وليد شلون الحديث هذا يا ولدي مش تشهر الخدمه دي والله قداش عندك متابع على الانستغرام ما عنديش 15000 قداش عندك متابع في فيسبوك عندي في الباش بريسك 300000 وفي الكونت بيرسونيل بتاعي 118000 تقريبا في بالك هذه اللقطه نتاع تبوسي في الملك ولا لقطه مطيشين انت لازم يطيش انت عامل لك 5 ملايين متابعه في وراس خويا كي تعمل لي 10 قريتهم 300000 و 118000 ال 400000 هذوما مع بعضهم عندي انا بالدنيا سهل انك تتعرف فيديو واحد نعمل سور فيسبوك ولا سور انستغرام تو نولي اشهر من رامز جلال نعرف اما لا مستحيل شنو الفيديو شنو بتاع الفيديو اي فيديو اعمل مصيبة اعمل مشكلة انا قلت عمري 62 عام ونعمل في الخميرة ومال ورد وصلت 10 ملايين فيو يعني وراش ما تعملش البوسة دي توصل مليون فيو قززني كي تقول هكلمة بوسة بس والديك اختاري عايش سلام نمشي سلام الملك لا لا طيشني في الكيسين باش نروح 70 مليون تسمى جريمة سلبية زاد المفروض اللي نبلغ عليك كيف هكا اما برشا مش واحد ومش اثنين لو مش تلقى وسخوك